من يوم اللي صارت الثورة ولحد هاي اللحظة اللي قدموا انطوا درس لكل الفاسدين، لكل خانوا العراق، اللي خانوا هذا الشعب، هذا الشعب المظلوم، انطوا درس لهم ودرس للأجيال اللي بعدهم. نحن صامدين، نحن هنا المتظاهرين والكل المتظاهرين للشعب النجفي، وصامدين لحد ما تحقيق المطالب هي مطالب الشعب العراقي أجمع وكل المحافظات العراق. ولحد الآن شفت الشباب وصمدهم وما زالوا مصرين على هذا الشيء، ومع الأسف أقول على السياسيين لحد الآن ما شفنا شيء منهم ولا شفنا أي شيء لاتجاه الشعب. يعني أقول إحساس ما عندكم، يعني ما تشوفون الأمرأة، الطفل، الكل طالع هنا بالساحة التظاهر. يعني هاي خلينا نقولها بالعامية العراقية، هاي شرفك طالعة أمرأة بالساحة التظاهر، يعني ما حركت غيرتك، يعني شنو أنت وقفتك هناك وما تشوف هنا، يعني شوف أختك وجاي تتظاهر. أقول مع الأسف عليكم أنتم يا سياسيين، باوعوا زين، انتبهوا للشعب العراقي، انتبهوا لهاي الشباب. هاي الشباب والله حريمات، يعني فادتكم بكل شيء. داعش منو طلعه؟ شوف داعش منو طلعه غير هاي الشباب، وما زالت مصرين هذا الشيء. انطلقت تظاهرات العراق بثورة شبابية واعية، واشتركت بالتظاهرات كل الناس المثقفة وكل طبقات المجتمع، من دكاترة، من أكاديميين، من أطباء، من محامين، من كل طبقات المجتمع، للمطالبة بحقوق المشروعة. والهدف راسخ بالذهن، الهدف واحد، إنه استرجاع العراق من زمر أحزاب فاسدة هيمنت على العراق خلال 16 سنة. خلال هذه الفترة الماضية فهم ووعى الشعب العراقي بأنه هذا الزمن المفروض يوضع لحد، المفروض يكونون واعين أكثر ويخلون حد للأحزاب وللتمادي على حقوق الشعب العراقي. استمرت التظاهرات منذ 25/10 ولحد هذا التاريخ ومستمرة ولن تتوقف طالما هناك حقوق مشروعة. اليوم شهداء صارت عندنا، جرحى، كل الأحداث اللي جاية تصير، ممكن المرجعية جاية تأكد بأنه أكثر الحالات ساحات التظاهر تزيد وتنقص بالأعداد، وهذا لا يحدث بأنه انتهت المظاهرات أو قلت المظاهرات أو ضعفت المظاهرات، وإنما دافع معنوي أنه استمرار التظاهرات لحين تحقيق آخر المطالب. اليوم دم الشهداء لما يسيل، مجرد ما يسيل يحملنا أمانة أنه نستمر أكثر، نكون ثابتين أكثر. إذا عندنا أكو نسبة تراجع من نسبة معينة، فلما نصير عندنا شهداء ولما نصير عندنا ضحايا يكونون حملونا أمانة بأنه هاي الرسالة لازم نوصلها إلى النهاية، لازم ننقل العراق من هيمنة أحزاب فاسدة خلال 16 سنة إلى بر الأمان. الشعب العراقي يستحق، سواء مني أو من كل متظاهر شريف، من كل متظاهر واعي وعنده مبدأ ما دافعته غير بس الغيرة الوطنية. المبدأ الأول أنه التضحية من أجل العراق. المظاهرات انطلقت سلمية واستمرت بشكل سلمي، إلا أن الضحايا هي خروقات من قوات أمنية، من تجمعات، من ناس ما تحب الوطن، من ناس ما تملك الغيرة العراقية اللي ممكن نتقدم بها خطوة للأمام، وهو هذا السبب الأساسي لثبات الساحة ولثبوت المتظاهرين بساحة الاعتصامات. اليوم صارت أكثر من حادثة، اللي هي تعديات على سيادة العراق، الجرائم أكثر، التعامل بوحشية مع المتظاهرين، أمور تحدث بكثرة، إلا أن ساحة التظاهر هي عبارة عن وطن مصغر، كل من يمارس طقوسه بشكل طبيعي. اليوم تلقاها نوادي رياضية، تلقاها مكاتب لقراءة الكتب المجانية، رثاء للشهداء، أمور دوافع معنوية، يعني رفع المعنويات كالأغاني وغيرها، يعني ثابتين. اليوم الساحة كرر لكم الموقف أنه وطن مصغر، كل من يمارس طقوسه بشكل طبيعي وثابتين، يعني الثبات ما إلى أي نهاية إلا إذا خلصنا من شغلة الأحزاب وانتهت وضعية الأحزاب، والعراق يستحق أكثر دماء وفداء وتضحيات، وكل ما موجود اللي نملكه إحنا هو فداء للعراق. نتمنى بأنه
الناس هذه الواعية اللي موجودة بالساحة ما تأثر بيها تأثيرات خارجية. وإلا نتمنى نسأل رب العالمين أنه تخلص هذه الأوضاع المتأزجة اللي هم بطريق أو آخر يحاولون يغيرون موجة التظاهرات، يحاولون يغيرون مطلب المتظاهرات اللي هو مطلب الوطن. يصير تصعيد داخلي، يصير تدخل دولي، يصير ساحة العراق ساحة لتصفية الحسابات. وما هذه الخروقات إلا هو ضعف للحكومة العراقية وقلة الوطنية اللي يملكها المسؤول العراقي. لو أن المسؤول العراقي لم يسوف ولم يواطل في تنفيذ متطلبات الشعب لم تحدث هذه الأمور كلها. وإلا احنا أخذنا حقوقنا، وحقوقنا مو شخصية، حقوقنا لكل إنسان يعيشها. اليوم تلقى الأمور اللي ما كانت عندها طاقات شبابية موجودة تنجي على المجسرات تصبغها، تجي على الشوارع تنظفها، طاقات شبابية تلقى الدكتور يجي يكنس بالشارع. هالروح الوطنية المفروض نحافظ عليها، هي اللي ظهرنا ووجدنا بالساحة من أجلها. حاولنا بأنه نظهر أن العراق شخص لا يمكن حدود، لا وجود للحدود والمواهب اللي يملكها، شخص قادر على فعل المستحيل. لكن هيمنة أحزاب محاصصة مقيتة، ضعف عدم تحقيق العدالة، عدم تحقيق المساواة، أدى إلى ظلال على هذه الطبقة المبدعة. ويحاولون يظللون، يعني جاي يحجمون إمكانيات الشاب العراقي. الشاب العراقي طموح، الشاب العراقي إنسان يعني عنده طاقات إيجابية، وأعداد هائلة من ساحات التظاهر هم من طلبة الدراسات العليا. يعني تصور بأنه يملك دكتوراه وما متعين. طيب هذا اللي خرج الابتدائية شنو ذنب؟ شو يصور يعني؟ شو يفكر؟ خرج المتوسطة الإعدادية البكالوريوس الماجستير، إذا هو يقول لك يا بقى أنا هذا شخص دكتوراه وما متعين، فكيف أنا أتمنى وأكون طموح أوصل لهاي المرحلة؟ إذن حاولوا يحاربون التعليم، حاولوا يحاربون الزراعة، حاولوا يحاربون الصناعة، حاربوا كل طاقات المجتمع في سبيل تحجيمها والاعتماد على الدول الخارجية. فأعيد الموضوع بأنه ضعف السلطة وضعف الغيرة الوطنية وضعف الحمية لدى المسؤول العراقي هو سبب تظاهراتنا. وطالما مبدأنا واحد ومبدأنا حقيقي، فلا يمكن أن نعود إلى بيوتنا إلا في حالة تحقيق المطالب، استرجاع الوطن، إلغاء هيمنة الأحزاب، الخلاص من هذه الوجوه الكالحة التي لم تجلب سوى الويلات والخراب للعراق. وأتمنى من رب العالمين أن يساندنا ونكون موقفنا واحد وتصفى القلوب ونبقى إيد وحدة في خدمة هذا العراق اللي يستحق أكثر من أرواحنا. ثورة تشرين قدمتها خلال هذه الفترة المصرمة التي ذكرها جنابك، ضغط المتظاهرين وضغط المعتصمين على الحكومة، على أصحاب القرار، أنه استقالة رئيس الوزراء، ثم الاجتماعات الدورية واجتماعات المستمرة لمجلس النواب والحكومة، أحزاب السلطة، كل هذه بناء على ضغط من الشارع العراقي، بناء على ضغط من المتظاهرين، بناء على ضغط من المعتصمين. لحد الآن لم يجدوا رئيسا للوزراء، لأنه لو كان الأمر بيدهم لاختاروا رئيسا للوزراء وانتهى من أحزاب السلطة. لكن ضغط المتظاهرين وبقائهم في الشارع العراقي اليوم وفي ساحة الاعتصام واستمرارهم موجود، فهناك تخوف من أحزاب السلطة وتخوف من الحكومة. لازم يجدون رئيس الحكومة المناسب والذي يوافق عليه هو الشارع العراقي، وليس موافقة عليه أحزاب السلطة. واليوم أنتج نتاج عندنا جيد، وهذا ما كان موجود في خلال هذه السنين الماضية، إلا وهو طلبة الجامعات اليوم مستمرة في بقائها وصامدين في ساحات الاعتصام، ولم يبارحوا ساحات الاعتصام إلا تنفيذ مطالبهم، وكذلك المعتصمين أيضا باقين في هذا. وهذا علمنا إحنا كمتظاهرين وكمعتصمين، علمنا الصبر وعلمنا كيف أن نطالب بحقوقنا، ما نتنازل ولا نرضخ للحكومة مهما كانت الحكومة تستخدم من أساليب وقوة، وأي أساليب التي استخدمتها في الأيام الماضية لا تؤثر على الشارع العراقي، لأن هناك متظاهرين، هناك معتصمين سلميين يطالبون مطالبهم المشروعة القانونية الموجودة وفق الدستور، وفق أحكام الدستور والمختصبة والمهدورة من قبل أحزاب السلطة طيلة هذه الفترة 16 سنة. فعلمنا الصبر،
علمنا الإرادة، علمنا كيف إحنا نواجه السلطة ولا نهاب أسلحة ولا نهاب قوة ولا هاي، فتعلمنا أن لا نسكت مثل السنين الماضية، فهذا كل جيد. والآن لا يزال إحنا مصرين وباقين رغم الأحداث اللي صارت الأخيرة للعراق ورغم الأساليب التي صارت لتفرقة الشعب العراقي والساحة العراقية، لكن نحن صامدون ونحن سلميون وباقين لمطالبنا المشروعة حتى تنفيذها. وهناك بعض المتظاهرين يعني موجودين مرابطين يعني 60 70 يوم ما رايحين للبيت، يعني هيك اتوقع وموجوده صدق، يعني هاي انه خيم باقين موجودين هنا ما يروحون الى تحقيق المطالب. الاخر اخر شخص متظاهر، اصغر شخص اذا ما تحققت مطالب ما حد يرجع زين، واحنا سند الى ساحه التحرير. هاي ساحات الاعتصام في عموم العراق سندا الى وين؟ الى ساحه التحرير. ساحه التحرير لانه الكودن انه مطوق الخضراء، فهم احنا املنا بيهم ان شاء الله واحنا سند لهم. هي طبعا هي المركزيه الاعتصامات ساحه مركزيه، واحنا ان شاء الله باقين موجودين في ساحه الصدرين باقين ومستمرين الى ان تحقيق الاماني. صار لنا راح يصير لنا 100 يوم وباقين ومستمرين، ومر تدخلات خارجيه لا امريكا لا ايران ولا كل واحد، احنا صاحبين الموقف، احنا صاحبين القرار، الشعب اللي تاذى، احنا اللي تاذينا، احنا عانينا ما عانينا من الثمانين لسه، مو معقول يجون يدخلون بامرنا. هذا الموضوع موضوعنا شخصي كعراقيين كناشطين كمستقلين، قلنا ما نريد احزاب، ما نريد عملاء، برلمان فاشل، وصلونا لهالمرحله هاي صواريخ واعتقالات وقتل. احنا كلهم ذني قلنا مظاهرتنا سلمية وعصيان مدني سلمي، ليش طورتوا هاي الأمور وأزمتوا هاي الأمور؟ خليتوا الوادي تتاهت مطالبها، داخلت الوادي معليه من طالعة على مبدأ عدة ما عدة مبدأ، بقينا حايرين بالصواريخ والاعتقالات والقتل والخطف، مو معقولة باقيني هيك. شعب انتفض طلع يقول ما أريدكم، لا تشلبون بينا، تشلبتوا بينا تحبونا ما أريدكم، مو تشلبه هي جاي نقول أحزابكم فاشلة ما حققت شيء للشعب العراقي، لا مستشفى لا دواء، ما عندنا شيء، ما ادري شلون عايشين، لا زراعه لا صناعه لا رحله ما عندها عمل، واد رحله ما عندها، شباك جاب ما بي مكسور، طالب قاعد وساكت، خذوا النفط، خذوا الزراعه، خذوا الصناعه، خذوا المعامل، ما خليتوا شيء، خذوا البنزين خانات لكم، كليات لكم، مدارس لكم، معاهد لكم، والله ما ادري شلون عايشين، عايشين بالقدره. كافي شلبتوا بينا مو شلبتوا بينا. طبعا احنا كمتظاهرين ما لنا دخل بالطرفين، سواء الجانب الامريكي احنا ضد هذا النظام وضد سياسة امريكا الشيطان الاكبر اسف، وكذلك ايران احنا ليس طرف في الموضوع. ايران عندها سلسلة حسابات لزج بالعراقيين، احنا متمسكين بقول المرجعية من قالت انه لا حد يزج انه بالحرب داخل العراق، حرب اقليمية. نحن كمتظاهرين اليوم احنا طرف بعيدين عن هاي الاطراف جدا، احنا ناس طلعنا عن الفاسدين، طلعنا تغيير النظام، طلعنا على مطالبنا اللي ما جاي تتحقق، لان بسبب انه هم مصرين انه ما راح يتنازلون، بس ان شاء الله هذا الشعب يبقى. واحنا غيرنا اعتقد غيرنا قانون انتخابات، غيرنا رئيس وزراء وامور ثانيه، وان شاء الله عندنا بعد هواي امور راح تبدي شويه شويه من خلالها راح نغير، واحنا صامدين وباقين حتى تحقيق جميع المطالب. طبعا راح يسجل التاريخ العالمي انه هناك ثوره قامت بجيل شباب عراقي ستكون او كانت حجر اساسي لتغيرات مفصليه بالشرق الاوسط بصوره عامه وتقريبا بالعالم ككل. اليوم التطورات اللي جاي تصير بالعالم كلها اساسها ثوره الشباب، ثوره تشرين اليوم في العراق، التطورات الأخيرة السياسية في المنطقة، التصعيد الإيراني كذلك التصعيد الأمريكي هو كان سبب الرئيسي اليوم هو ثورة هاي الشباب. اليوم إذا كانت القوى العالمية والقوى السياسية المحلية في العراق جادة في إنهاء هذا التوتر فلتستجيب لمطالب ثوار العراق، ثوار العراق هم سبب رئيسي بكل هاي الأمور. نرجو ونتمنى أن يكون هناك عمل جاد لتجنيب الشرق الأوسط تكون حرب قد تكون عواقبها وخيمة، وذلك بتحقيق مطالب الشعب العراقي. الشعب العراقي اليوم ما راح يسكت، ما راح يتراجع إلا بتحقيق كافة مطالبه، ولن نسمح
ولن نسمح بأن يكون العراق ساحة حرب أو ساحة تصفية حسابات لأي دولة كانت. الشعب العراقي خرج للمطالبة بحقوقه، نازل أخذ حقي، انتهى الموضوع. ما لي علاقة أنا بأمريكا ولا لي علاقة بإيران، هذا الشعار رفعناه من أول يوم، نأخذ حقوقنا نرجع، ما نأخذ حقوقنا فإحنا مستمرين في ساحات الاحتجاج. المتظاهرين الشباب واعين وباقين، ما يهمنا أي تدخل لا إيراني ولا مخططات أمريكا. اليوم حققنا إنجازات منها. اليوم الدولة اللي الفازة اليوم يلا انتبهت إلى التدخل الأمريكي، ووجود تدخل أمريكي من كذا فترة بسبب أوضاع المتظاهرين الموجودين الناشطين الموجودين والوعي الفكري. وإحنا ما يهدنا لا تدخل إيراني ولا تدخل أمريكي، وإذا بقت هاي السياسة اللي وصلتنا لهاي المرحلة أناشد الشعب العراقي بالخروج بالكامل، لأن هناك خطر أصبح على العراق ولازم هاي السياسة هي وصلت لنا لهاي المرحلة. ناشد الشعب العراقي بالكامل للخروج ضد هاي السياسة اللي وصلت لنا إلى مأزق. اليوم الوضع بالعراق متأزم، نحن ضد الحروب، الحرب لم يأوينا إلا المصائب، وإحنا موجودين وباقين وما يتأثر علينا أي مخطط خارج العراق. خلال 100 يوم اللي قدرت تقدمه الثورة العراقية اللي انطلقت من يوم 1/10 ولغاية اليوم اللي موجودين كثير من الشباب، كثير من المواطنات والمواطنين العراقيين موجودين طبعاً بأغلب المحافظات، بصرة، ناصرية، عمارة، بغداد، كانت هي الشرارة طبعاً بغداد اللي انطلقت من عندها الثورة. الضغط على البرلمان العراقي اللي سن او اللي سوى تعديل على قانون الانتخابات، ولو هو مو بالمستوى المطلوب، طبعا ما كان القانون بالمستوى المطلوب، وكذلك القانون كان بيظلم للكثير من المدنيين، كثير من الدوله اللي نحلم بها احنا. لقد استعادت هذه الثوره التي يصل اليوم عمرها 100 يوم الهويه الوطنيه التي لطالما حلم بها العراقيون منذ اجيال كثيره. نعم، هم هؤلاء الثوار، هؤلاء الشباب، هم منذ بداية الثورة وهم يرفضون التدخلات الخارجية سواء كانت من دول الجوار أو من أي دولة إقليمية أخرى. أيضا يرفضون أي تدخل آخر من سواء من كان دول جوار أو من الولايات المتحدة الأمريكية. هم يرفضون أن يكون العراق هو الدائرة للصراع الدولي والإقليمي الذي يهدف إلى إضعافه وإلى مصادرة هذه الثورة. هذه الثورة يجب أن تبقى عراقية وطنية خالصة، لا تدخلات إقليمية سواء كانت من دول الجوار أو من الولايات المتحدة الأمريكية. فالثوار ها هنا من ساحة الصدرين في النجف رفضوا من قبل تدخلات دول الجوار، وهم اليوم على نفس مطالبهم يرفضون تدخل الولايات المتحدة الأمريكية، لأن معنى ذلك أن حقوق هذه الثورة ستصادر. ولا يجب أن ننسى أن الطبقة السياسية التي حكمت في العراق منذ عام 2003 هي جاءت بمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية، التي هي من جاءت وحملت هذه الطبقة السياسية وجعلتها تحكم على أكتافنا، واليوم تريد أيضا أن تعيد إنتاج نفس هذه الطبقة. اليوم المتظاهرون في ساحة الصدرين يوصلون رسالتهم بأنهم يرفضون تدخلات دول الجوار التي رفضوها، وفي نفس الوقت وفي نفس الخط هم يرفضون تدخل الولايات المتحدة الأمريكية. نريد لهذه الثورة أن يبقى قرارها عراقي خالص وبامتياز، وسنستمر وسنفشل كل محاولة لأن تتحول هذه الثورة يمينا أو يسارا، سواء كان لدول الجوار أو إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وسيبقى قرارها عراقيا بامتياز. فهذه الدماء التي سالت منذ 1/10 وإلى اليوم هي دماء عراقية خالصة، والأمهات التي ثكلت هي أمهات عراقيات، وستبقى هذه الدماء ناصعة البياض وطنية بامتياز.